حقق الانتصار لكن غاب الأداء اليوم. اليوم في ملعب كيما هكا في أرضية أمبراتيكابل صعيب برشا باش تحكي على الأداء، أرضية سيئة جدا. معناتها اليوم لو بلوز امبورطون هما 3 نقاط، مهم سهلين ضد فريق مجروح، فريق يمر فترة صعيبة. عرفنا لي الفريق هذا يحب يعمل رياكسيون، الحمد لله اليوم كنا في المستوى، البلان اللي حضرناه نجحنا فيه. 3 نقاط مهمة جدا باش تخلينا نخدموا في أريحية، والباركور نتاعنا يظل طيب لحد الآن. إن شاء الله نكملوا هكا، إن شاء الله نوصلوا هكا، وأكيد أن القادم نتاع النادي الراس الفيقسي باش يكون أفضل إن شاء الله.